دعت الخارجية الأمريكية موظفيها الغير أساسيين في السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان إلى ضرورة مغادرة العراق في أسرع وقت ممكن، في حين قال العراق إن الخطوة غير ضرورية، مطالبا البيت الأبيض بالتوضيح. تتوالى التحذيرات والإجراءات الاحترازية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في العراق عموما وبما يخص قواتها العسكرية والدبلوماسية ومواطنيها العاديين بشكل خاص. فبعد تحذير الخارجية لرعاياها بعدم السفر إلى العراق وتوخي الحذر هناك، دعت موظفيها الغير أساسيين في السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية بأربيل شمال العراق إلى ضرورة مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن. وأوصت الخارجية الأمريكية موظفيها بمغادرة العراق عن طريق النقل التجاري وتجنب المنشآت الأمريكية داخل البلاد والحفاظ على الحذر. وفي ردها على الخطوة الأمريكية، انتقدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي التحذيرات الأمريكية، وقالت إنها تحذيرات لا داعي لها، مطالبة بتوضيح الأسباب. تأتي هذه التحذيرات عقب إعلان الجيش الأمريكي وضع قواته في العراق بحالة تأهب قصوى نظرا لتهديدات محتملة من قبل قوات مدعومة من إيران في المنطقة، سبقها إرسال البنتاغون قاذفات نووية مدمرة ونشر بطاريات صواريخ باتريوت في قواعدها ومواقع تمركز قواتها في الخليج والعراق. وفي سياق متصل، علقت ألمانيا عمليات التدريب العسكرية التي تجريها قواتها في العراق أثر تصاعد التوترات في المنطقة، حسب ما أفاد به متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية الأربعاء. وقال المتحدث إن ألمانيا لديها إشارات حول هجمات محتملة مدعومة من إيران وفق ما نقلت وكالة رويترز. وكانت وكالة الأنباء الألمانية دي بي اي أشارت إلى أن إجراء التعليق اتخذته برلين بالتنسيق مع شركائها في التحالف الدولي ضد داعش والذي تقوده الولايات المتحدة. وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الهولندية الأربعاء أن حكومة البلاد علقت عمل بعثتها في العراق بسبب ما قالت إنه تهديد أمني، وتساعد قوات هولندية عسكرية في تدريب القوات العراقية في أربيل بإقليم كردستان بالتعاون مع قوات أجنبية أخرى. والحديث أكثر مشاهدينا حول المحور العراقي، يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من بغداد الأستاذ كاظم الحاج محلل أمني وسياسي، ومن بغداد أيضا الأستاذ أثير الشرع كاتب ومحلل سياسي. ضيفاي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ كاظم، لو أبدأ سؤال حلقة من لدنك، مساء الخير أولا قبل السؤال. مساء النور أستاذ وعد، لكن الصوت شوية واطي عذرا. طيب أنا هلا منشوف شو المشكلة وشباب يداركوا الأمر. أستاذ كاظم، بداية، هل المنطقة كل ما يحدث فيها الآن أمورها مرتبطة ببعض؟ يعني ما يحدث في الخليج والتحشيد العسكري الأمريكي، هل يلقي بظلاله على المشهد الأمني في العراق أم ماذا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا سيد الفاضل ولكادر ومشاهدي قناة اليوم. أهلا بك. يعني مما لا شك فيه أن المتغيرات الإقليمية كبيرة جدا ومتتالية، وحقيقة هناك يعني زيادة في منسوب التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والعراق في قلب هذه المتغيرات، وبالتالي أيضا زيارة بومبيو واضحة إلى الدولة العراقية والتهديدات التي تلقتها الحكومة العراقية فيما يخص أمن ووجود حصانة للجنود الأمريكان، فضلا عن ما يسمون الدبلوماسيين في بغداد وربما في البصرة وكذلك في أربيل، كلها حقيقة يعني تؤثر بشكل واضح على مدى الاستقرار الأمني في العراق عموما وفي بغداد خصوصا، أخذين بنظر الاعتبار أن حقيقة ما حدث بعد زيارة بومبيو مباشرة، هناك تفجير حدث في بغداد، ربما كانت الرسالة الأولى لهذه الزيارة للضغط على الحكومة العراقية، توليد ضغط على الحكومة العراقية وعلى مجلس النواب أن ترضخوا لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في أن تكونوا جزءا من الحصار وأيضا أداة التصعيد ضد إيران، فضلا عن حقيقة ما جرى خلال اليومين الماضيين فيما يخص أيضا ما تسمى بالسفارة داخل المنطقة الخضراء ومسألة حقيقة يعني سحب عدد من منتسبيها و تسفيرهم أو جعلهم يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذا الأمر ليس في بغداد، حتى في أربيل أيضا هذا الأمر مشمول، بمعنى أن التوترات التي تحدث في المنطقة بصورة عامة
حتما العراق يعني يتأثر بها، لكن هذه التأثيرات تعتمد إيجابا أو سلبا على موقف الحكومة العراقية وكيفية التعامل مع هذه التغيرات والمتحديات الكبيرة. بمعنى إذا أن العراق اتخذ موقفا إيجابيا في هذه الظروف حتما ستكون التأثيرات إيجابية. طبعا لابد بدي أسألك بمتن الحلقة عن ما هو الإيجابي الذي ممكن تتخذه الحكومة العراقية، ولكن اسمح لي حتى لا أطيل أكثر على الأستاذ أثير. أستاذ أثير، وجه لك تحية، مساء الخير. مساء الأنوار، حياك الله، يا مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ أثير. لماذا زار مايك بومبيو العراق بشكل مفاجئ قبيل توتر المنطقة؟ يعني ما هي الرسائل، ما هي الغاية المرجوة من هذه الزيارة، كانت ما المطلوب يعني؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إلى مشاهديكم ولا متابعيكم ولا ضيفك الكريم أستاذ كاظم الحاج. أهلا بك. يعني عدة سيناريوهات طرحت أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إلى بغداد التي استمرت أربع ساعات، قرابة الأربع ساعات. ربما تم طرح أكثر من موضوع. يعني هناك المعلن أنه بومبيو جاء يطمئن الحكومة العراقية بأنه لا يمكن أن تكون هناك حرب في المنطقة، ولا يمكن الاعتداء على جمهورية إيران الإسلامية. وربما هناك سيناريو آخر أنه حذر الوزير رئيس الوزراء العراقي أن فصائل المقاومة هددت المصالح الأمريكية في العراق وهددت عدة مواقع، لكن هذه السيناريوهات ربما يشوبها بعض الغموض. يعني نحن نعتقد أن يعني بومبيو جاء إلى العراق لحث الحكومة العراقية على الوقوف بالحياة مما يحصل، وربما يعني طلب من رئيس الوزراء وكذلك رئيس الجمهورية أن يكونوا يعني في المنتصف لصالح الطرفين، لصالح جمهورية إيران الإسلامية وإلى صالح الولايات المتحدة الأمريكية، يعني عدم إثارة الأزمات. ونحن نعتقد أن زيارة بومبيو يعني ربما تحمل الكثير من الرسائل، أكثرها يعني قبولا هي الطلب من الحكومة العراقية أن يكونا على الحياد، وكذلك يعني الوقوف بجانب الوساطات وتمثيل وساطات لكي لا تؤجج الأزمة. لكن نحن نقول أن هذه الزيارة ربما تحمل الكثير من الرسائل والأبعاد التي ربما لا يمكن أن نقول أن العراق في مأمن عنها. نعم. أستاذ كاظم، بالعودة إليك في نفس النقطة والجزئية، موضوع هذه الزيارة، يعني التقارير الأمريكية قالت وأفادت بأن لديها معلومات بأن يعني مجموعات بين قوسين شيعية تابعة لإيران باتت تمتلك صواريخ زودتها إيران بها لاستهداف القواعد والقوات الأمريكية الموجودة في الحلبة العراقية أو في المشهد العراقي أو في الجغرافيا العراقية. أستاذ كاظم، أنا حقيقة مسألة اتهام الشعوب بالتبعية لإيران وكذلك مسألة تزويد إيران لهذه الشعوب بالصواريخ، أعتقد أن هذا الأمر يعني لم يعد يعني ينطلي على هذه الشعوب. إيران تزود الحوثيين بالصواريخ، وإيران تزود قطاع غزة بالصواريخ، وإيران تزود يعني سوريا بالصواريخ، وإيران تزود حزب الله يعني، وإيران تزود العراقيين بالصواريخ. إيران يعني ما يعني هذا الأمر يعني غير منطقي حقيقة، يعني غير منطقي. الشعب العراقي له موقف من الولايات المتحدة الأمريكية كسياسة خارجية، كدولة، كحكومة، وأيضا له موقف واضح من قواتها التي تبين أن عددها 50,000 مقاتل داخل الأراضي العراقية. الشعب العراقي ينظر لهذه القوات على أنها قوات محتلة، والشعب العراقي وفق دستوره الذي تم التصويت عليه من جميع العراقيين لا يمكن ولا يقبل أن تكون أرضه مقرا أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار بغض النظر عن المسمى. إيران، سوريا، غيرها من الدول الجوار لا يمكن ولا يقبل العراقيون أن يكون هناك اعتداء من دولة مثل أمريكا على هذه الدول. هل هذا إجماع للشعب العراقي ككل أستاذ كاظم؟ يعني هل هذا الشيء، هذا الإجماع موجود لدى كل العراقيين في ظل هذه الاختلافات والتناحرات السياسية بين كل الكتل وحتى داخل الأحزاب ودعنا نقول الطوائف الموجودة في العراق المنقسمة على ذاتها أيضا؟ الأعمال من الشعب العراقي هذا موقفه، وما حدث حقيقة يعني رب ضارة نافعة، ما حدث فيما بعد صيف عام 2014 في الهجمة الإرهابية كشفت كثير من الخفايا التي ربما كانت تنطلي سابقا على البعض
من الشعب العراقي الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للإرهابيين وكذلك الدول الخليجية ومحاولة العزف على الوتر الطائفي وإثارة النعرات الطائفية، كلها الآن لا تجدي نفعا. الأعم الأغلب من الشعب العراقي موقفه واضح من القوات الأجنبية وخصوصا منها الأمريكية، وبالتالي لو يعني فرض الأمر يعني تم، لو أن هناك حربا حدثت ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لن يقبل العراقيون أن تكون الأراضي العراقية مقرا للانطلاق والاعتداء على إيران كشعب مسلم وكشعب جار وكشعب له موقف مع الدولة العراقية كدولة وأيضا مع النظام السياسي ومع أمن واستقرار المنطقة بصورة عامة. هذا من جانب. من جانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية عندما ترسم سيناريو للمنطقة يعني لا يحق لها أن تضع العراق في المكان الذي ترتئيه هي كدولة عظمى تعتبر نفسها. العراق له موقع جغرافي وفيه نظام سياسي، وهو من يحدد بوصلة تحركاته سواء الاقتصادية أو السياسية والعسكرية والأمنية، وحتى على مستوى وجهة نظر تؤخذ من قبل البرلمان وكذلك الحكومة فيما يخص ردة وإرادة الشارع العراقي تجاه المتغيرات التي تحدث. بمعنى أن بومبيو لا يحق له أن يضع السياسة الخارجية للدولة العراقية. العراق الآن ليس محتلا، العراق خرج منتصرا وهو دولة ذات سيادة ويمتلك الأدوات التي تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد، يعني لابد أن نتحدث ونقول أن الحرب واقع الآن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، مسألة الحصار والتضييق والتهديد وغيرها من الأمور الأخرى. واقعا أن الحرب واقعة ما بين بإرادة أمريكية طبعا ما بين دولتين، وهذا الأمر تعلمه الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد موقف الشعب العراقي الرافض لهذه الأمور. طيب. بالتالي نعم. يعني قلنا سابقا ونقول الآن أن للعراقيين سيكون موقف لو اختلفت بوصلة الحكومة العراقية عما يريده الشارع العراقي في أن يكون العراق دولة ذات حياد إيجابي مؤثر في متغيرات المنطقة بما يخدم مصلحته ومصالح دول الإقليم بصورة عامة. طيب أستاذ أثير، بالعودة إليك، الآن الوضع الأمني الراهن في العراق هل يخوله بأن يكون بمنأى عن نفسه إذا في حال تم يعني دعنا نقول نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بخصوص الوضع الأمني في العراق، وضع الأمني مستقر ومستتب الآن، وجود الأجهزة الأمنية وجاهزيتها، كذلك وجود الحشد الشعبي كمؤسسة منطوية تحت لواء يعني القيادة العامة للقوات المسلحة، لا يمكن القول أنه الوضع الأمني هش ونحتاج إلى بقاء قوى أجنبية. يعني حتى في حالة نشوب صراع أو نشوب حرب في المنطقة، يعني على الوضع الداخلي، يعني نعم نستطيع القول أنه الوضع الداخلي مسيطر على هناك قوى أمنية عديدة وجيش. نعم يبدو أني فقدت الاتصال مع الأستاذ أثير. طيب أستاذ أثير تسمعني؟ يبدو أني فقدت. نعم تفضل تفضل. كيف أستاذ أثير؟ تفضل. أنا أسمعك. نعم تفضل. نعم على المستوى الأمن الداخلي في العراق، نعم نستطيع القول أنه يعني جاهز ومتكامل جدا ولا يمكن القلق بخصوص الأمن الداخلي، لكن نحن نود أن نتطرق إلى أمر مهم جدا، هو خشية الأمريكان الولايات المتحدة الأمريكية على أنه كما يعني أفصحوا عبر سفارتها بأن هناك لديهم معلومات أنهم أن مصالحهم في العراق وربما مواقعهم ستتعرض إلى هجمات من قبل فصائل المقاومة. نحن نقول إطلاقا لا يوجد هكذا شيء إطلاقا، ومخاوفهم ربما تأتي من مصادر يعني غير صحيحة أو غير صادقة. يعني إطلاقا لا يوجد تهديد، يعني كل التمثيل الدبلوماسي في العراق في مأمن بحكم أنه الفصائل التي يتحدثون عنها جزء من يعني من الواقع السياسي أو من يعني لديهم تمثيل سياسي بالبرلمان ومشاركين بالعملية السياسية، فلا يمكن التهديد لضرب مصالح أجنبية في العراق أطلاقا. وهذه المخاوف ربما تنبع من الشعور بالذنب أو الشعور بأنهم ربما يعني سيتواطؤون مع جهات معينة لإثارة بلبلة أو أزمة داخل العراق. يعني هناك سيناريوهات
يشوبها القلق من الولايات المتحده الامريكيه قادم الايام. ربما يكون التصعيد الحالي يعني هواء في شبك، نعتبر ان ما يجري من تصعيد هذه الايام ومخاوف نشوف حرب ليس صحيحه اطلاقا. المنطقه لم تهيئ الى هذه الساعه لنشوب حرب اطلاقا، وما نراه من قدوم فرقاطات وحامله طائرات وطائرات مقاتله تجوب السماء يعني اطلاقا لا يمكن ان نقول ان هناك حربا في الافق سوف تنشب في هذه المنطقه. ما زال وقت مبكرا للحديث عن هذا الامر، لكن نحن نعتقد ان ربما ستغامر بعض سلاح الجو الاسرائيلي وربما الامريكي بضرب عده مواقع داخل العراق. بطبيعه الحال انه هذه سيؤجج ازمه، يعني المواقع التي تضرب سواء لفصائل المقاومه لمواقع امنيه بطبيعه الحال سيكون هناك ردود افعال قويه من جانب الشارع العراقي ومن جانب القوى الامنيه، كذلك الاماكن التي تم استهدافها. يعني العوده الى سؤالك، نعم استطيع القول ان الامن في العراق حاليا مستتب، وربما افصح رئيس الوزراء العراقي ان العراق رفض سياسه المحاور، وهو ربما سيكون بمنأى عن اي صراع ينشب في المنطقه اذا ما نشب هذا الصراع. نعم استاذ كاظم، بالعوده اليك الان في ظل هذا التاهب الامريكي الذي تم يعني حقيقة رفع درجة هذا التأهب في المشهد العراقي، هناك سؤال أيضا يطرح نفسه بموضوع الأمن والموضوع الأمني في العراق راهن، وكيف سيؤثر في حال لو نشبت هذه الحرب بين أمريكا وإيران على المشهد العراقي السياسي الأمني، موضوع البنى التحتية، موضوع الرد الحكومي العراقي، كل هذه الأمور تساؤلات أستاذ كاظم. نعم يعني حتما ان الحكومه العراقيه واضعه عده سيناريوهات للتعامل مع هذه المتغيرات التي تجري في المنطقه، احدها يعني الوصول الى مرحله التصادم العسكري ما بين ايران وامريكا، حتما سيكون هناك ردات فعل داخل الشارع العراقي وايضا من الجانب الحكومي وحتى على الجانب التشريعي، اخذين بنظر الاعتبار طبعا ان الجميع سيراقب قواعد الامريكيه داخل الاراضي العراقيه وما تقوم به، وبالتالي هذا أيضا سيكون مؤشرا لأداء الحكومة والبرلمان والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي المفروض أنها موقعة ما بين العراق وأمريكا، هذا من جانب. من جهة أخرى أيضا حتما أنه لو تم هذا الأمر سيكون هناك تحرك أمريكي على الحكومة العراقية لطلب شيء ما، أما أن تكون على الحياد وهذا الأمر المفروض أنه بلغ بصورة رسمية من قبل بومبيو إلى الحكومة العراقية، أو تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة العراقية لاتخاذ موقف موالم أو موافق أو داعم للولايات المتحدة الأمريكية، وربما مسألة سحب عدد من منتسبي سفارتها في بغداد يأتي لتوليد ضغط على الحكومة العراقية في هذا الاتجاه، في اتجاه أنها تريد أن ترسل رسائل بعدة اتجاهات، أهم هذه الاتجاهات والحكومة العراقية وشخص رئيس الحكومة العراقية على أننا غير مطمئنين لوجود بعثاتنا الدبلوماسية أو قواتنا العسكرية داخل الأراضي العراقية، وبالتالي عليك أولا أن تؤمن حماية لهذه الشخصيات ولهذه القوات، وأيضا عليك أن تكون حاسما، وبالتالي هم هنا بهذه الجزئية حقيقة يحاولون أن يوجدوا فتنة ما بين السيد عادل عبد المهدي والبعض أو جزء من المنظومة الأمنية العراقية. أيضا السيناريو المتوقع الآخر أن يكون هناك موقف من قبل مجلس النواب في حال الحصول، نتحدث سيناريو حرب، سيكون هناك موقف من مجلس النواب باتخاذ موقف معين للضغط على الحكومة العراقية يعني لترتقي وتكون على مستوى المسؤولية والحدث الذي يقع في حال وجود حرب، وبالتالي هناك أيضا تمثيل واضح لبعض فصائل المقاومة الإسلامية في مجلس النواب والحشد الشعبي، حتما سيكون لهم دور في أن يتخذ العراق موقفا واضحا وصريحا من هذا الاعتداء، ليس فقط بالرفض وإنما العمل على أن لا يستمر أو أن يكون هناك أصلا يعني اعتداء أو حرب ما بين الدولتين. أيضا سيد الفاضل، طيب أستاذ كاظم، تعلمه يعني طرحك خلق سؤال يعني حقيقة لو بالفعل الحكومة العراقية اتخذت موقف النائي بالنفس عن هذه الحرب في حال لو وقعت، ماذا عن الفصائل الأخرى؟ ماذا عن الحشد الشعبي؟ الكل يقول بأن ولائها بالمطلق هي خارج المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة العراقية، وولائها المطلق لإيران من باب العقيدة
أستاذ كاظم؟ يعني لابد أن نفرق سيد الفاضل من باب العقيدة والتقليد وما بين الهوية الوطنية والانتساب إلى المنظومة العسكرية العراقية. نعم، يعني للمعلومة في المذهب الإمام الاثنى عشري حرية اختيار مرجع التقليد تعود للشخص المقلد، بمعنى أنه أنا أختار الشخص الذي أقلده، أي أختار الشخص الذي أرى أن تقليدي له مجرئا للذمة. هذا الأمر في أيضا نؤكد في المذهب الإمام الاثنى عشر لا يعتمد على حدود جغرافية، وإنما هو اعتقاد شخص معين لتقليد عالم ديني ويأخذ منه مستجداته ومستحدثات الأمور الدينية والعسكرية أيضا والسياسية. هذا من جانب. من جانب آخر الحشد الشعبي، نعم هناك جزء كبير منهم لديهم هذا التوجه في مسألة التقليد خارج الحدود، لكن هذا الأمر لا ينفي الانتماء الوطني والهوية الوطنية التي يحملها أبناء الحشد الشعبي كعراقيين، وهم جزء من المنظومة الأمنية العراقية يأتمرون بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وحتما لن يعطوا فرصة للولايات المتحدة الأمريكية أو لأدواتها داخل المشهد السياسي بأن يكون هناك تحرك خارج إطار وتوجه المنظومة الأمنية العراقية، بمعنى أن التقليد على مستوى الدين لن يكون ولن يدفع لأن يكون هناك وصلت الفكرة في هذه النقطة أستاذ كاظم عن الهوية الوطنية. لو تسمح لي أختم مع الأستاذ أثير، ضل معي دقيقتين. أستاذ أثير سؤال أخير أختم معك هذا المحور من الطاولة المستديرة وحلقة الليلة. القواعد الأمريكية بين في العراق، تساؤلات بين النفوذ والسيادة العراقية، ووضعها في موضوع الاستراتيجية الإيرانية في حال لو نشبت هذا الحرب، دعنا نقول، هل ستكون أهداف مشروعة لإيران أم ماذا؟ لا اطلاقا، يعني العراق يتمتع بسياده على ارضه، ولا يسمح العراق لاي قوه مهما كانت قوه خارجيه ان تتدخل بالشان الداخلي العراقي مهما كان. لكن في حال اذا ما تعرضت هذه القواعد، يعني بالتاكيد انه يعني هذه القواعد سيكون للحكومه العراقيه تصرفا ويعني حكيما وتصرفا دبلوماسيا حينها، يعني لا يمكننا القول انه ايران ستتدخل بالشأن العراقي وتضرب هذه القواعد الأمريكية وتمس هذه القواعد. العراق دولة ذات سيادة، والإيرانيين أيضا لا يسمحون لأنفسهم ولا هم يتدخلون بالشأن العراقي إطلاقا. يعني ربما يكون مغالطات، هذه المغالطات ربما تبدو أن إيران تتدخل بالشأن العراقي وتتواجد قواتها بالعراق، لكن إطلاقا الإيرانيين ساعدوا العراق بحربه ضد داعش وبالاستشارة، وهذه المواقع التي تتحدث عنها والقواعد الأمريكية التي تتحدث عنها لو كان يريد الإيرانيون استهدافها لكانوا استهدفوها. يعني لا يمكن القول أنه تبعية فصائل المقاومة التي ربما هي في بال الآخرين، فصائل مقاومة ربما يقول بعض أن تبعية عقيدتها هي إلى إيران، لا أطلاقا. الهوية الوطنية العراقية هي الطابع الأسمى للانتماء لأعضاء فصائل المقاومة، وهم وطنيون قبل أن يعني أن يتم تقليد خارج النجف الأشرف أو خارج يعني أي مرجع آخر. يعني لا يمكننا القول أنه القواعد الأمريكية ستستهدف من قبل الإيرانيين أو غير الإيرانيين. العراق دولة ذات سيادة، ولا نسمح لأي طرف أن يعتدي على أي تمثيل دبلوماسي داخل العراق. نعم. ضيفي من بغداد الأستاذ أثير الشرع، كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لك أيضا ضيفي من بغداد أيضا الأستاذ كاظم الحاج، محلل أمني وسياسي. أشكر العظم لكم مشاهدينا على طيب وحسن وكرام المتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.